وللحديث والاستفادة أكثر عن هذا الموضوع معي هنا في الاستوديو مديرة قسم الأخبار في قناة الآن السيدة نسرين صادق وزميلة جنان موسى مسؤولة قسم المراسلين. صباح الخير وأهلا بكما. صباح الخير رامي وصباح الخير لكل المشاهدين. يعني نبدأ معك سيدة نسرين عن هذا الخبر الذي تناولته وكالات الأنباء. كنت قد أجريت مقابلة قبل أيام مع شقيقة مهدي رفسنجاني فايزة رفسنجاني، ما هي أبرز النقاط التي تحدثتما عنها في خصوص مهدي؟ نعم رامي، بالواقع الأسبوع الماضي أجريت مقابلة مع سيدة فايزة هاشمي رفسنجاني وتمحورت حول أمور كتير يعني بتختص طبعا بالشأن الإيراني، إن كانت بالاقتصاد أو الملف النووي أو حقوق الإنسان وحقوق النساء والوضع العام حاليا في إيران وتصوراتها لإيران المستقبل وإلى آخره. خليني خبرك شوية تفاصيل، شوية معلومات، يعني ما بدنا نستبق بس المقابل عن المقابل. إذا بدنا نحكي عن الوضع الاقتصادي اللي هو يعني مثل ما هي نفسها قالت انه الاقتصاد هو الهم الاول حاليا للمواطن الايراني بسبب الوضع اللي يعانيه يعني المواطن الايراني. مثل ما بنعرفه حسب مكتب الاحصاء الرسمي الايراني في اكثر من 10 ملايين ايراني وصلوا تحت خط الفقر، يعني فهم المواطن الايراني حاليا يمكن تامين لقمه عيشه ومحاولة تحسين وضعه في ظل ما اعتبرته هي نفسها كمان مثل ما بيعتبروه كثير من الخبراء الاقتصاديين سياسات اقتصادية خاطئة للحكومة الإيرانية. تحدثنا أيضا، يعني أنا سألتها، هي كانت تم اعتقالها عقب الانتخابات الإيرانية الرئاسية ب 2009، كان صار في اضطرابات وكان في صار في تظاهرات وتم اعتقالها كمان، فحدثتنا خلال المقابلة عن ظروف الاعتقال واللي تعرضت له لأنه اعتقلت هي وبنتها واثنين من أفراد العائلة. وطبعا هيدا الحديث جر للمضايقات اللي تتعرض لها عائلة الرئيس هاشمي رفسنجاني. قبل ما حتى انتقل للحديث عن ابنها حسن وأخوها مهدي، كنت سألت عن الحاجات الرئيس للمواطن الإيراني اللي بتسمي لي ثلاث حاجات رئيسة، فهي قالت حكيت عن الاقتصاد انه هو اهم حاجة حاليا لانه اول شيء المواطن بده ياكل والديمقراطية وحقوق النساء، يعني ذكرت انه هول الثلاث اشياء هن الحاجات اللي تعتبر يحتاجها المواطن الايراني بصورة ضرورية ومستعجلة. فسألتها شو اللي ممكن يفعلوا لإعادة الديمقراطية المفقودة يعني كما هي تقول، فقالت إعادة تطبيق القانون، يعني فائزة هاشمي اعتبرت أن القانون غير مطبق في إيران حاليا. النظام الراهن. عن المضايقات اللي بتتعرض لعائلتها تحدثت أنه هي ابنها نفسه كان عم يدرس ببريطانيا وخلال عودته على المطار تم اعتقاله لمدة يومين ثم أفرج عنه، بس تم حجز جواز سفره إلى حين انتهاء تأشيرة الطالب فما كان قادر يرجع يطلع من البلد. وكمان مثل ما يعني بنعرف عبر الاخبار انه في مذكره اعتقال بحق اخوها وهي حكت عن هيدا الشيء وعن المضايقات اللي بشكل عام بتتعرض له. نحن كنا التقينا خارج اطار المقابله على شكل يعني في تواصل اجتماعي مع السيده فائزه وبعض افراد عائلتها، من بينهم التقيت اخوها مهدي شخصيا وسالته ان كان بحب يرجع لايران قريبا، وهو كان قال لي يعني بيتمنى باقرب وقت ممكن انه يعود لبلده مرة ثانية. طبعا نحن يعني كثير سعيدين بان نحصل على هالمعلومات كلها القيمة لانه يمكن صعب حصولها من كافة وكالات الانباء، هي كثير خاصة وحصرية بقناة الان. رح نستمع لبعض مقاطع المقابلة اللي اجريتيها مع شقيقة مهدي رفسنجاني السيدة فايزة رفسنجاني، دعونا نتابع سويا. مضايقات كثيرة وما زلتم تتعرضون، أخبرينا ماذا يحدث لكم، ما الذي حدث لابنك حسن وأخيك مهدي؟
البته اول اینو بگم که اتفاقاتی که برای ما افتاد در مقابل مسائلی که مردم تحمل کردن بسیار هست. طبعا ما جرى لنا لا شيء مقارنة بما تعرض له الناس الآخرون، وينتابني شعور بالخجل إذا أردت أن أشرح ما تعرضت له أسرتنا، ولكن أقول على أي حال فإن ولدي جاء إلى إيران في أيام عطلة بداية السنة الإيرانية، وتم اعتقاله في المطار، واحتجزوا جواز سفره لمدة 7 أشهر، وأعادوا له الجواز بعد أن كان فصله الدراسي قد بدأ وتأشيرته قد انتهت، وهو واجه مشاكل بخصوص أعماله التي كان عليه إنجازها ولم ينجزها. عن أخي مهدي أيضا، كما تعرفون خلقوا أجواء خاصة ضده داخل إيران عن طريق الكذب والظلم، وفبركوا له ملفات واختلقوا له مشاكل غير قانونية، حتى أنهم أخذوا اعترافات ضده من بعض السجناء، وهذه أمور جرت بشكل يتعارض مع القوانين وتعد انتهاكا لها. ليس من الصحيح أن أدخل بتفاصيلها، هذه الأمور لا تخصنا أو تخص مهدي، وإنما كافة الذين يدخلون السجون يتعرضون لفبركة الملفات وإلساق التهم قبل أو بعد زجهم في السجون. كافة المحاكمات والأحكام الصادرة التي جرت في الآونة الأخيرة لم تراعي الأطر القانونية. طبعا مهدي منشغل بدراسته وأعماله، ولكن على أي حال هنالك مشاكل تعرقل عودته. وأعود من جديد إليك زميلة جنان، يعني دعينا نتحدث عن ما هو الجديد، يعني مذكرة اعتقال مهدي رفسنجاني ليست بجديدة، إن ما هو الجديد حتى جعل من هذا الأمر يطفو على السطح حاليا ويغزو وكالات الأنباء من جديد؟ حقيقة عرفنا من مصادر موثوقة خاصة بقناة الآن أنه مهدي رفسنجاني وجه رسالة إلى مدعي عام طهران السيد أبادي، وطلب بهذه وأكد بهذه الرسالة أنه مستعد للعودة إلى إيران ابتداء من اليوم، وأنه مستعد للمثول أمام المحاكمة على شرط أنه تكون محاكمة عادلة، يعني بعيدا عن أي من التدخلات السياسية أو الأمنية، وأيضا شرط أن تقف كل المضايقات والضغوط التي تتعرض عائلة رفسنجاني لها في إيران. بالفعل مثل ما ذكرتي، مذكرة التوقيف بحق مهدي رفسنجاني غير جديدة، يعني مثله مثل العديد من الشخصيات وقادة الإصلاحيين بإيران، بعيد الانتخابات اللي جرت بال 2009 والمشاكل اللي حصلت من بعدها، جرى أو يعني سجنهم أو إصدار مذكرات توقيف بحقهم. نعم. وهذا اللي حصل مع مهدي رفسنجاني، ولكن يبدو أنه مدعي عام طهران أراد أنه إعادة التذكير والتأكيد على هذه المذكرة بعيد هذه الرسالة، وأراد التأكيد أنه مهدي رفسنجاني يعني سوف يتم إلقاء القبض عليه عندما يعود إلى إيران. نعم، لديك تعليق في هذا الإطار سيدة نسرين؟ أي أنا كنت بحب كمان نوه، هلأ المقابلة مثل ما بتعرفي حنبثها قريبا إن شاء الله. خلال المقابل وخلال يعني بضع الأسئلة اللي كنت أسألها للسيدة فائزة هاشمي رفسنجاني عن المواضيع العديدة، مثل ما الذي أوصل البلاد للوضع اللي هي فيه، شو اللي أكثر شيء لنقول عم بيعانيه المواطن الإيراني، شو اللي كان عم بيجري خلال الاضطرابات والتظاهرات اللي صارت، دائما كانت تأكد على أنه يجب إعادة فرض القانون، لا وجود للقانون حاليا في إيران. كمان تحدثت عن المعاملة القاسية اللي عم يتعرضوا لها المواطنين خلال الاعتقال او خلال يعني خلال وجودهم بالسجن او خلال حتى لما كان في يعني التظاهرات، مثلا كانوا يتعرضوا للضرب القاسي، حتى هي لما جرى اعتقالها مع بنتها ومع اثنين من افراد العائلة المقربين، يعني قبل ما حتى يعرفون انه لنقول هيدي هي بنت الرئيس الايراني، تعرضوا للضرب بهيدا هيدا الصوت اللي بيكون مع الشرطة، يعني لحقهم كم ضربة. فكانت هي يعني خلال المقابلة تحدثت عن المعاملة القاسية التي يتعرض لها من يتم اعتقالهم على يد الأمن الداخلي الإيراني. نعم جنان، طبعا يبقى السؤال، يعني إن كان مهدي رفسنجاني سوف يعود أو لن يعود إلى إيران، لأنه هذه كلها مؤشرات ممكن أنه تفسر بهذا الإطار. نعم طبعا
نحن كمان يعني كنا قرأنا في الأخبار قبل وقت بأثناء صدور هذا الخبر على أنه أصلا هو يتهم أن هناك جهات في إيران تضغط على السلطات القضائية لتشويه سمعته بشكل كبير. هو مثل ما ذكرت يعني نحن أكيد مع المشاهدين سمعنا المقتطف الصوتي من المقابلة. هي ذكرت أنه يعني تعرض بعض السجناء في السجن للضغوط حتى يعني يدلوا ضده باعترافات ملفقة. يعني ليس تعذيب الأمر وإنما أيضا ضغوط في سبيل الإدلاء بإفادات وفق ما تقول أخته فائزة هاشم رفسنجاني. نعم. يعني أنا أشكركما جزيل الشكر لهذه المعلومات القيمة التي قدمتوها لنا، ونتمنى دائما يعني التواصل بشكل خاص ومنفرد كما اعتدنا دائما في قناة الآن على التفرد في أخبارنا. شكرا جزيلا لحضوركم.